متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم من جديد. كما عودتكم أنفاس بريس دائما نحاول أن ننبش في أصل تسمية الأحياء في مدينة الدار البيضاء. اليوم تنتواجد في واحد من الأحياء المشهورة كثيرا على المستوى الوطني وهو درب مولاي الشريف. نعرفوا أصل التسمية هذه، علاش تسمى درب مولاي الشريف بدرب مولاي الشريف؟ أهم المعالم ديال هذا الدرب مولاي الشريف، خاصة أنه كان له واحد البصمة قوية في سنوات الرصاص وسنوات المقاومة. أجي نشوف. الان كنتواجدوا امام خلف واحد المنزل اللي هو منزل تاريخي. هذا المنزل كان كيقطن فيه واحد السيد سميتو يوسفين مولاي بريك. هذا السيد يوسفين مولاي بريك كان مكلف مع واحد الشركه فرنسيه بانه كان كيبيع الديور للناس اللي باغي تشري في دار مولاي الشريف. واصل التسميه لدار مولاي الشريف كانوا الناس اللي كيمشيو يشريو الديور كيصيفطوهم عند هذا يوسفين مولاي بريك. كان معروف ديك الساعه مولاي الشريف، سير عند مولاي الشريف وخيعطيك الورقة باش تاخذ المحل ديالك. يعني بقاو الناس سير عند مولاي الشريف، سير عند مولاي الشريف، تما تسخط التسمية ديالتو رسميا تسمى درب مولاي الشريف. إذا هذه الدار تاع مولاي الشريف اللي تسمى الاسم، اسم الحي على سميته. بالفعل هي رقم ديالها 193 يوسفين مولاي بريك مولاي الشريف، هذا هو المنزل ديالو، وهو الأصل ديال التسمية جات على انتسابا ليه هو بالفعل، لأنه كان كيشتغل مع الشركة ديال لابيطا ديال الفرنسية اللي كان مكلف بالبيع ديالها وكيصيفطوا عنده سعد مولاي الشريف، سعد مولاي الشريف، جات التسمية ديال مولاي الشريف. ويمكن واحد الإضافة اللي مهمة، أول منطقة تبنات في دار مولاي الشريف هي المنطقة ديال واحد الزاوية كنسموها حنا بكارين جديد، من تماك بداو البناية ديال دار مولاي الشريف كيستعملوا. وكيعرف دوميغرافيا دار مولاي الشريف كحي محمدي خليط من جميع المناطق المغربية جاو ساكنوا هنا، يعني كل قبائل عندها النصيب ديالها، سواء الشاوية، دكالة، صحراوة، الشماليين، ريافة، الشرقيين، باعتبار أن القرب ديالو الحي الصناعي. يعني جميع الناس اللي كانوا كيشتغلوا في المنطقه الصناعيه جاوا لا في لوش نوار هنايا ولا في لاسيتي ديال كوزيما، اضافه الى بطبيعه الحال الى سوسيكا، كان الناس كتستقر هنا وقربوا كذلك من المجازر البلديه وقربوا كذلك من لافاج لا سيمونتري. كاين الحي ديال لافاج ولكن الناس جاوا استقروا هنايا بحكم قرب ديالو المنطقه الصناعيه. من بين معالم تاع درب مولاي الشريف سينما شريف، كيف جات النشأة تاع السينما؟ بالنسبة للنشأة ديال النشأة عفوا ديال سينما شريف فترجع ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كانت هناك إكرون كانوا كيجتمعوا المعمرين وكيتفرجوا في أشرطة سينما فيما بينهم، ولكن لم تأخذ شكل الطابع السينمائي إلا في عند بداية الاستقلال حينما اقتنت إحدى العائلات الآن بقى كتواجد هنا كتقطن هنا هي عائلة تواجدي من 56 حولت الآن سينما شريف، اللي بالفعل مجموعة من الفنانة ديال الحي محمدي وغنذكر لا الحصر على سبيل المثال الناقد السينمائي المعروف والكاتب الصحفي حسن ناريس. فهنا انطلق تعلم أبجديات السينما، وما كاينش شي واحد هنا في دار مولاي الشريف ولا الحي محمدي بصفة عامة ما تفرجش هنا في السينما الشريف، بحيث كانت المتنفس ديالنا الوحيد باش نتفرجوا على الأفلام السينمائية والتعرف على القرب عن مجموعة من الأفلام السينمائية العالمية في بين الفترة واحد الحقبة اللي كانت صدارة فيها السينما. احنا الان كنتواجدوا وراء مدرسه الاتحاد المحمدي، حي المحمدي اللي في اصل اتحاد دار مولاي الشريف، هذا المقر الثاني ديالها. المقر الاول كان في زنقه 3 في دار مولاي الشريف، كانت هي اساس انطلاق الخليه السريه ديال المقاومين ديال المقاومه في الحي المحمدي، بحيث كان المجاهد المرحوم عبد الرحمن اليوسفي والحاج عمر شفيق من الخلايا ديال حزب الاستقلال الاولى اللي كانوا كيأطروا فيها هنا العمال والساكنين ديال مولاي الشريف من اجل الانتفاضه ديال المواطنين لمحاربه المستعمر. هنا كما كتشوف تحولت هذه المنطقه اللي خدات واحد الصدى تربوي الان، ودازوا منها مجموعه من الطلبه، مجموعه من التلاميذ، ومجموعه من الشخصيات اللي قرات هنايا بحكم الشخصيات اللي كانت متواجده في دار مولاي الشريف اللي كنعرفوا حنا نعرفوا دار مولاي الشريف. شنو اهم الشخصيات اللي كانت سواء شخصيات ثقافيه ولا رياضيه اللي كانت في دار مولاي الشريف؟ الا جينا ندويو على شخصيات رياضيه فعدد لا يحصى. الاول اللي غندويو على الشخصيه الرياضيه الاولى المرحوم بؤسة محمد بؤسة لاعب الاتحاد البيضاوي اللي هو اول مغربي افريقي كيسجل هدف في ملعب ويمبلي مع فريق ليون، باقا هذه موثقه تاريخيا في ليون. ثاني حاجه شخصيات كاين عبد الحق عاشق الاخوان عاشق ابطال الاولمبيين، كاين موهوب الغزواني اللاعب اللي شارك في كاس العالم 1970 صاحب الهدف ضد المرمى ضد البرتغال وصاحب التمريره الشهيره للحمان ضد المانيا،
كاين الشخصيات الفنيه المرحوم بوجميع، المرحوم السوس دي الزياده ديالته كانت في دار مولاي الشريف، ممكن ندوي على الناقد السينمائي والصحفي والاديب حسن ناريس صاحب دار مولاي الشريف، يعني جيت سعدية ازقون الممثله الفنانه سعدية ازقون بنت دار مولاي الشريف، نجم حطاب احد الكنيك الشالو في مسرح الطفل تو دار مولاي الشريف، يعني العدد كثير جدا ما يمكنش نذكر الاسماء ديالهم كاملين. ولي ما ننساوش اصل الظاهره هو الظاهر بوجميع الفنان الكبير ديالنا هو اللي منطقه ديال دار مولاي الشريف، والسي الله يطول في عمره عمر السيد حتى هما ولاد المنطقه ديال دار مولاي الشريف كنفتخروا بالانتماء ديالهم. اثناء الحديث على هيئه الانصاف والمصالحه تم يعني الضرر يعني الفردي، واش دار مولاي الشريف استفاد من الضرر الجماعي؟ ابدا، حتى هاد الجوله اللي قمت بها كيبان لك ما كاينش شي استفاده للضرر الجماعي، حيت حنا غادي نشوفوا واحد المعلمه اخرى ديال اللي غيتم التهميش ديالها ديال عوين الشامه. احنا الان كنتواجدوا دائما في دار مولاي الشريف، هو احد اشهر المعالم ديال دار مولاي الشريف، حيت ما يمكنش انك تجي لدار مولاي الشريف وما تجيش هاد البلاصه هادي هي عوين الشامه اللي كتشوفوا ان اللي بقى صامت فيها هو الاسمنت. هاد عوين الشامه كانت السقايه الوحيده اللي كتزود سكان دار مولاي الشريف بالماء الصالح للشرب. الاصل ديال التسميه ديالها كان نسبه الى احدى ساكنه هاد المنزل هذا اللي هي شامه، اللي كان الناس كيقولوا ان سواء اما كانت مع خائنه مع المستعمر تستعمل لصالح المستعمر، واشخاص اخرين كانوا كيقولوا العكس بانها كانت كتاخذ الاسرار ديال المستعمر وكتجيبوا المقاوم. المهم السر ديالها مات وداته معها. حنا قلنا قوي على جبر الضرر، فاين هو جبر الضرر باستثناء تذكار ديال التاريخ ديال هذا؟ حنا مجموعه من جمعياتنا كانوا دفعوا طلب باش يتم تصميم هذه المعلمه التاريخيه على غير مجموعه من المعالم التاريخيه اللي كيزدقها في دار مولاي الشريف، وكتبقى كمعلمه يجي جور الناس عارفين التاريخ ديالها لان عندها واحد التاريخ مجيد هنايا. حنا الان امام واحد المبنى التاريخي اللي هو مقاطعه 13 اللي الان مقاطعه 43 اللي معروفه تاريخيا عن وليده الحي المحمدي بدار خليفه. هذا المبنى كيبان عادي في اول نظره، ولكن خلفيه وراه من وراءه كان هناك واحد المعتقل الشهير هو معتقل دار مولاي الشريف اللي دار عليه فيلم ديال دار مولاي الشريف. هذا المعتقل السري كان يؤرخ لسنوات الرصاص للاعتقالات، والان تم تصفيته في اطار ما يسمى بجبر الضرر. ولكن جبر الضرر بالنسبه للمبنى بشكل فردي، اما جبر الضرر بالنسبه للحي محمدي او دار مولاي الشريف فلا من يلتفت له. وباقي انتم كتشوفوا كما نعاود اكد لكم انكم درتوا واحد الجوله، لا عنايه لا والو، كنتمنى من الله يشوف بالطبع. هذه الكوميساريه اللي معروفه عند المغاربه بكوميساريه دار مولاي الشريف. هذه معروفه في عند المغاربه كوميساريه دار مولاي الشريف، اللي السجن ديالها تعرف اطار معرض السجون في دار مولاي الشريف. الاشاره فقط هنا كانت واحد الشخصيه معروفه هنايا كعرفوها كاع الحي محمدي، فاطمه الهبيله كانت كتعمر هنايا. اذا هذا هو احنا المنطقه احد المعالم ديال دار مولاي الشريف اللي ما يمكنش ان انسان كما قلت لك يجي وما يسولش عليها، ماشي غير محليا ولا على الصعيد الدولي. طبيعة الحال احنا تنتواجدوا الان في تقريبا اقدم الاحياء في منطقه دار مولاي الشريف، حي سوسيكا، الحي العمالي 100% اللي عرف يعني التواجد ديالو النشاه ديالو واحد المجموعه ديال 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 المثقفين وديال الفنانه وديال ديال لاعبين كره القدم، خصوصا الدالماس. ملي تنقول الدالماس هذه من الفرق اللي اطرات الشباب بشكل كبير، وكانت سوسيكا كلها متحمسه مع هذه الفرقه مع هذه الفرقه هذه. بطبيعه الحال حي سوسيكا حي القواس كما يقولوا خارج الناس اللي خارج سوسيكا تيقولوا حي القواس، من الاحياء العريقه اللي بقى شاهده هاد البنايه على المأطور ديالها كما توجدات. احنا اليوم تنعيشوا المتغير داخل سوسيكا، ان المنازل اللي كانت تابعه للشركات وتابعه للعمال تسلمات لهم، تسلمات للابناء ديالهم ولا العمال اللي توفى الله يرحمه اللي بقوا ابناء ديالو راه تسلموا هذه المنازل هذه، وخذت منحى اخر هو التسليم هذا، يعني الناس خذت
البلان ديالها وبدات تبني على اساس الحفاظ على الماتور وحفاظ على القواس وحفاظ على الشكل الطبيعي اللي كانت فيه من الاول. اذا الحي سوسكا هو حي عمال يستقروا فيه العمال، اش من عام تقريبا؟ والسنوات هنايا ما غاديش نكون دقيق انا جدا لان اهل التخصص، انا غادي نطفل وطبيعه الحال ملي تنهضروا على الخمسينات، تنهضروا على الربعينات، تنهضروا على هاد السنوات هذه اللي كانوا ديورهم عباره عن غارسونير، يعني بيت كوزينه ومنهم السما، وكان الداليا او الكرمه هادشي اللي كان سوسكا. من بعد الناس مع التزايد النمو الديموغرافي ديال السكان بداو تيسقفوا، بداو تيبنيو بناء يعني عادي فوق منهم، لان تكاثر الناس. هذه تقريبا السنوات اللي نقدر نقول انا تواجدت فيهم حي سوسكا. متتبعي قناة أنفاس بريس، نتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمعلومات اللي جات في هذه الحلقة هذه. ودرمول الشريف يحتاج إلى جبر ضرر لأنه يحمل تاريخ طويل.